كرة خطيرة بالراس، فرصة هدف وجول. 1-0، 5 وخميس يا أبو بكر. فانسون خامس الأهداف، فانسون أبو بكر يسجل هدفه الخامس في الكان، يسجل في 3 ماتشات تواليا الهدف القاتل في الدقيقة 39. والثاني والدفاع، ومرة فانسون يزم كنترول شوت، مش ممكن. جول 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 جول، ممكن يتعادلون. الله يا ماتشير، الله على ذاكرة ماتشير، الله على ذاكرة رابح من 35 سنة عشت تلك اللحظة. الكاميرون لو تأتي في المرتبة الثانية ستلاعب منتخب الثاني في الجروب سي. شوط كامل، شوطين فقط، والحارس يعمل ايش يعمل هالكارثة.